فيما يخص قضية ملف عدل 2، أنا كنت تحدث في مع يعني المكلفين بتسيير الوكالة أنه في سنة 2023 لازمنا نطوي الانطلاق في المشاريع تاع 2022 تاع الأديال دو، يعني في 22 بعد 22 ما راح نزيد ننطلق في حتى سكن تاع وكالة عدل 2، وهذا باش نغلق نهائيا ونطوي نهائيا ملف أديال دو. ما ننساش أنه آخر السكنات اللي رايحين تقريبا ننطلق فيها في سنة 22 في 5 جويلية إن شاء الله فيه تقريبا 13,000 وحدة سكنية اللي راح ننطلق فيها، وهذه السكنات موجهة للمكتتبين اللي كانت عندهم إشكاليات في الملفات نتاعهم اللي تم القبول الطعون نتاعهم، وآخر آخر آخر ملف إن شاء الله راح نطويه في وكالة.